بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه لا يمدين أما بعد. ونحن نبدأ اليوم لتنظيف هذا المكان وتهيئته، تهيئة هذا المسار. سعدت أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام باسم كريم. سيف سليمان روحي القريب. ما شاء الله الأخ سيف، حقيقة دائما نطالعك في أكثر من مكان ما شاء الله في رحلاتك. جزاك الله. وجودك هنا اليوم دعم حقيقة للشباب، فما هي رسالتك؟ رسالتي أنه يعني نترجم ما قاله جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمة الله عليه. نعم. الأوطان لا تبنى إلا بسواعد رجالها. جميل. ومفترض أن نكون يد واحدة لنبني عمان. نعم. وهذا المسار اللي جالسين نحن الحين ننشيه من أجل شريحة المجتمع. جميل. ومن أجل ممارسة الرياضة، ولتكون الرياضة هدفنا الأول من الكبير إلى الصغير. لينجح هذا المشروع ماذا تقترح؟ اقترح أو هذه المبادرة. نقترح أن نتكاتف مع بعض وأن تصل هذه الرسالة إلى الناس اللي هم لديهم المقدرة، لأصحاب المحلات وأصحاب الكسارات أن يدعمونا في هذا المشروع، وهذا مشروع للجميع. ما أهمية تنظيف مثل هذه الأماكن؟ والله يعني أهمية التنظيف، هل تعتقد أنه مثلا ممكن تكون هذه بديل عن مشي الناس في طرق الخدمات مما يعرضهم للحوادث؟ فعلا هذا المكان يكون آمن للكبير وللصغير للجنسين يعني. نعم. وسواء لجميع المراحل السنية، يكون بعيد عن السيارات، بعيد عن الضجيج، بعيد عن أي شيء، ولا في أي خوف، أي واحد يستطيع أن يستخدمه، وإن شاء الله راح نطوره إلى الأفضل بإذن الله. إن شاء الله مع هذا المخطط وهذا المسار، يعني ما هي مقترحاتك لتطوير هذا المكان؟ والله اقتراحاتي أنه المبادرات من الهيئة العامة للشباب وأيضا الطرق والبلديات وكذا يكونوا يوقفوا صف معنا يد واحدة لكي نطور هذا المكان. جميل. وهذا للجميع يعني. حقيقة سعدنا اليوم اللجنة الوطنية قدمت دعم للمشاركين هذه القمصان الرحالة الشاب. لا. فما يعني رسالتك أو ما هي نظرتك عندما تجد مؤسسة تبادر لدعم مثل هذه الجهود الأهلية؟ بأمانة هذه اللجنة دائما أراها في كل محافل تمد يد العون وتكون مساعدة لانتشال الخلايا النائمة عن صدق التعبير للرياضة، وتكون هي دائما عونا وسندا للنهوض برياضة المشي، بالذات في مجتمعنا الحالي يعني، من أجل صحة الجميع. ما شاء الله تمنى وصلت قبل الوقت بأكثر عن نصف ساعة يعني. والله أنا ثلاث يعني، أنت قلت لي ساعة أربع. نعم. وأنا 3:22 موجود. ما شاء الله هذه الهمة العالية، يعني ما الدافع الذي يدفعك يعني وهذا النبض الحي للمشاركة في مثل هذه الأعمال؟ والله من خلال زيارتي للمستشفيات هذا اللي دفعني أن أبادر، واللي دفعني أن أكون أتحدى الصعاب وأرسل رسالة للجميع أن الرياضة تاج في كل صحيح. نعم. هذه رسالتي لهم على عدم التقاعس، والرياضة أهم من كل حال. سؤال يعني دائما يتبادر الذهن، يعني احنا نراك في وسائل التواصل وكذا ومشاركاتك، كم عمرك يعني الان؟ والله عمري الحين 66. وما شاء الله مع هذه الهمه العاليه الله يقويك. الحمد لله. يعطيك صحه وعافيه، سعدت كثير يعني. جزاك الله خير دكتور. ما درتك، ونتمنى ايضا من الشباب والبقيه يبادروا لينجح هذا العمل التعاون. جزاك الله خير.